Es ist Koffer, wenn man wählen geht. Dazu haben einige Leute schon Videos gemacht, dass dies kein Koffer ist, wenn man wählt, um zum Beispiel das kleinere Übel zu wählen oder ähnliches. Ja. Ibn Uthaimin, Rahimullah, er sprach über eine gesonderte Situation, wenn es um Notwendigkeit geht, bedeutet, dass die Muslime in einer Situation sind, wo es brenzlich für sie ist. Hier sagte er. Dass man das geringere Übel wählen kann, ist in Ordnung. Jetzt, ich stelle eine Frage. Wir machen das praktisch, okay? Wollen wir bis 1 Uhr Nacht machen? Wer will, hebt die Hand, die wollen. Wer nicht will, hebt die Hand, die wollen nicht. Jetzt haben wir gewählt. Darf man, oder? So wird weniger Kuffert und Schirk stattfinden, als wenn der andere an die Macht kommt. So ist seine Motivation sogar das Gegenteil, den Kuffert und Schirk soweit er kann zu verhindern und zu minimieren. So kann man nicht sagen, diese Person hat ihm das uneingeschränkte Recht auf Le Legislative gegeben. من كيد كل منافق خوان ان حل مذهبكم بارض اجدبت او اصبحت قفرا بلا عمران. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ارسل لي بعض الاخوه بعض المقاطع والفتاوى لاناس ينتسبون زورا للعلم انهم يجيزون الانتخابات ويحثون الناس على ارتكاب هذه الجريمه بل ويرونه واجبا شرعيا لكل مسلم بدعوى الضروره وتحقيق المصالح ودفع المفاسد. فهذا تدليس في دين الله تبارك وتعالى فطلب الاخوه مني ان ارد على هذه التخبيصات. فاقول مستعينا بالله تبارك وتعالى ان المتقرر عند اهل السنه والجماعه ان المشاركه في الانتخابات شرك اكبر مخرج من المله. فالذي يشارك في الانتخابات يعطي حق التشريع والتحليل والتحريم واصدار القوانين لغير الله تبارك وتعالى، والتشريع والتحليل والتحريم واصدار القوانين حق محض لله تبارك وتعالى، فمن اعطى شيئا من هذه الحقوق لغير الله تبارك وتعالى فهو مشرك، جعل مع الله عز وجل إلها آخر والذي يجعل مع الله عز وجل إلها آخر لا ينظر إلى قصده هل جعل مع الله عز وجل إلها آخر لتحقيق المصالح لدفع المفاسد للضرورة لا ينظر فشرك الأكبر لا يبيحه لا ضرورة ولا مصلحة وكذا لا ينظر إلى قصده وحسن نيته أن هذا المرشح إسلامي وذاك مجرم من أعداء الله تبارك وتعالى بنظره فيرشح ويصوت لهذا الإسلامي ظنا منه انه سيقدم للبلاد او للمسلمين وسيدفع شر الماكرين عن المسلمين، فهذا الكلام لا ينظر اليه ولا اعتبار له في شرع الله تبارك وتعالى، فالذي يشارك في الانتخابات يعطي شيء من خصائص الرب تبارك وتعالى لغير الله تبارك وتعالى ان كان اسلامي او غير اسلامي. بل حتى لو اعطى شيئا من خصائص الرب تبارك وتعالى لنبي من انبياء الله تبارك وتعالى فهو مشرك. فكما ان المرء يكفر بالله تبارك وتعالى اذا زعم ان غير الله عز وجل يخلق فكذلك يكفر بالله تبارك وتعالى اذا زعم ان غير الله عز وجل له حق التشريع. روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه دخل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فقال يا رسول الله لسنا كنا نعبدهم فقال أليس كانوا يحرمون ما أحل الله فتطيعونهم ويحلون ما حرم الله فتطيعونهم قال بلى يا رسول الله قال فتلك عبادتكم إياهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعة الأحبار والرهبان في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة والنبي صلى الله عليه وسلم ما عذر المشركين الذين اتخذوا هؤلاء الأحبار والرهبان أربابا من دون الله يعني عدي بن حاتم رضي الله عنه ومن معه من النصارى ما كانوا يعرفون ان طاعه الاحبار والرهبان في تحليل الحرام وتحريم الحلال عباده وشرك بالله تبارك وتعالى، لكن رغم ذلك ما عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. اذا التحليل والتحريم من حق الله تبارك وتعالى ومن خصائص الله تبارك وتعالى، فان كان الله سبحانه وتعالى لم يعذر النصارى الذين اتبعوا الاحبار والرهبان في تحليل الحرام وتحريم الحلال وسماهم مشركين وهم رجال الدين. الذين يتكلمون باسم الله تبارك وتعالى فكيف سيعذر من اعطى حق التشريع والتحليل والتحريم لغير الله تبارك وتعالى ممن نحوا شريعه الله تبارك وتعالى وعطلوا شريعه الله تبارك وتعالى والزم الناس بهذه التشريعات الكفريه وجاء في السيره ايضا ان بعض المشركين ارادوا ان يلبسوا على المسلمين فقالوا لهم انكم تاكلون مما تذبحونه بايديكم ولا تاكلون مما ذبحه الله فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فإن أطعتموهم إنكم لمشركون إن أطعتموهم أي في التحليل والتحريم فأخبر الله سبحانه وتعالى المسلمين أنكم إذا أكلتم من هذه الميتة بقصد أنها حلال ف تكونون من المشركين. لانكم اطعتم غير الله تبارك وتعالى في التحليل والتحريم. اذا اخبرنا الله سبحانه وتعالى ان التحليل والتحريم والتشريع واصدار القوانين من حقه سبحانه وتعالى ومن خصائصه، فمن اعطى شيئا من هذه الخصائص لغير الله تبارك وتعالى فهو مشرك. فهؤلاء المرشحون للانتخاب يعطلون شريعه الله تبارك وتعالى ويشرعون الاحكام ويحللون ويحرمون وهذا الذي ينتخبهم ويصوت لهم انما يعطيهم هذه الحقوق فلا ينظر لقصده ان هذا الشخص المرشح اسلامي او غير اسلامي انما هو يشرك بالله تبارك وتعالى من حيث ماذا من حيث انه يعطي حق التشريع لغير الله تبارك وتعالى حتى لو اعطى هذه الحقوق وهذه الخصائص للنبي من أنبياء الله تبارك وتعالى فهو مشرك أنا تمرة الأحباب حنظلة العداء أنا غصة في حلق من عاداني وأنا المحب لأهل سنة أحمد